جبت للقائد اسماعيل مطر، كرة الان بتتحول يونس بينزلها، راسية بتتهيأ، محاولة تسويب مستحيل مستحيل مستحيل. العراق ياتي بالتعديل، اصيب الرافدين يسجلون التعادل من كرة عرضية، من تسويبة عراقية، من كرة في المرمى. العراق تتعادل في الدقائق العشر الأخيرة. آه على التوقيت، آه على لحظة، آه على الكرة. يونس محمود، يونس محمود يسجل هدفا للعراق، يونس كل العراقيين. شوف الهضبة، شوف الرأسية من راس إلى راس إلى قدم إلى شباك مرمانا. حذرنا كثير في الشوط الثاني، لكن وقع دفاعنا في المحظور. معوض إن شاء الله، معوض إن شاء الله. فرحة حكيم شاكر اللي كانت في هذه البطولة على كل هدف. يونس محمود هداف العراق في كل توقيت، من يوصلها فقط 10 دقائق على الوصول للقب. هذه كرة ملعوبة للعراق، خطيرة واصلة، الله، جول، جول من يونس، جول من العراقي، جول من يونس. يونس أبو الخيرة يسجل التعادل لصالح المنتخب العراقي. 1-1، 1-1. يونس محمود يعيد المباراة مرة ثانية ويعيد الجمهور العراقي للمدرجات. أهني أهني العراق على هذا المشهد، على العودة، على العودة وعلى صورة المشهد. وأهني من يصور المشهد، ومن يعلق المشهد، ومن يتابع المشهد، ومن يشاهد النهائي. نهائي مثالي، نهائي مثير. يونس محمود يسجل التعادل، يونس محمود يزعر للأهلي الأسود ويسجل هدف التعادل. يونس محمود يعيد العراق للمباراة. المباراة لا تخلص، المباراة لا تخلص. ويونس فيك يا اسماعيل، وهذا الظن فيك يا اسماعيل، وسيحدث ذلك بإذنه تعالى يا اسماعيل. كرة لمنتخب العراق، هدف التعادل عن طريق يونس محمود بالقميص العراقي رقم 10. يونس محمود يسجل هدف التعادل الآن في آخر 10 دقائق من عمر المباراة. العراقي يونس كابتن منتخب العراق يسجل هدف التعادل في لحظة صعبة جدا وعصيبة جدا من عمر المباراة. العراقيون يعودون بإصرارهم، بعزيمتهم، ومعها جمهور الإمارات يهتف لمنتخب بلاده. إنها لحظات تتلاعب بها المشاعر والأشجان. يونس أهديت له على طبق من ذهب، سجلها في المرمى بصناعة اللاعب اللي هو مهند عبد الرحيم. العراق يعود للمباراة في أداء مستحق للشوط الثاني. يونس محمود، اسماعيل ايضا مطر، اسماعيل واسماعيل يدخلون. احمد خليل يبدا بان ترك الريح في ملعب احمد خليل.